اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على الوطن تي في. الصفقات مستمره ما بين الاهلي والزمالك والانديه المصريه، والحديث كل يوم بيتغير اللي راح وايه اللي جه، واحنا دايما بنجدد معاكم دايما الفيديوهات والظهور عشان ناكد لكم على معلومات قلناها ونوضح لكم حاجات ايا كانت سواء اتغيرت او مشيت في نفس السياق. الكلام كله على علي جبر، اللي احنا قلنا ان علي جبر خلص مع النادي الاهلي، وبالفعل علي جبر خلص مع النادي الاهلي واتفق على كل حاجه، وقفت على حاجة بسيطة اللي هي يبقى فيها تراضي بين الطرفين وتخلص. علي جبر يتقاضى او يحصل في الموسم الواحد في بيراميدز، بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب، 15 مليون جنيه. وبالتالي قال لك اسيب 2 مليون جنيه والعب للنادي الاهلي ب 13 مليون جنيه. النادي الاهلي بعد ما خلص مع بيراميدز واتفق وهياخده برقم حلو جدا وفي اتفاق، لكن يعني الاتفاق الشخصي بين النادي وبين اللاعب علي جبر. النادي الاهلي قال له يا علوة احنا لا عندنا 15 ولا عندنا 13، ما بنديش في الحاجات اللي فوق، في 6 في 7 في 8 الاجواء دي. علي بيشوف هيمشي معاه 6 و7 و8 ولا هما ال 13. رقم 13 ده ابو علي نحس شويه. رقم 13 سمعه او دخل فيه محمود متولي. محمود متولي مدافع نادي الاسماعيلي اللي ماضي مع النادي الاهلي من الموسم الماضي وكمان جدد توقيعه في الايام اللي فاتت. محمود متولي اللي عقده بينتهي مع نادي الاسماعيلي رسميا الموسم المقبل ويحق له التوقيع في شهر يناير اللي جاي، وبالتالي الاسماعيلي قعد مع اللاعب، اللاعب ما عندوش رغبه انه يجدد. اللي الزمالك دخل فيه برضه الايام اللي فاتت، لكن رغبه اللاعب كانت حاسمه جدا، لو مشيت من الاسماعيلي هلعب للنادي الاهلي. وبالتالي الامور اختلفت تماما. نادي الاهلي اللي انهى كل الاجراءات مع مسؤولي نادي الاسماعيلي علشان يبقى اللاعب خلاص هو فاضل له سنه وقرب من النادي الاهلي. في حاله ان الاهلي قدر يخلص الصفقه، وده اللي هيحصل في الساعات الجايه، هيبقى الامور منتهيه وهيكون محمود متولي هو الاساسي مع النادي الاهلي. اما علي جبر لو ما حصلش نوع من الاستجابه وتخفيض المقابل المادي يبقى خلاص النادي الاهلي تعاقد مع مساك، وبالتالي ممكن يصرف النظر عن استكمال صفقته مع علي جبر. في المقابل كلام كتير جدا على عدد من الصفقات، خلينا نروح بسرعه لسموحه واقول ان حسام حسن ان النادي الاهلي قطع معاه شوط كبير جدا، القيمه الماليه كانت مغاله فيها 20 مليون جنيه، وبالتالي النادي الاهلي برضه بيدرس هيكمل الصفقه دي ولا لا، احتمال ما تكملش الصفقه دي في النادي الاهلي في الفتره الجايه، علشان في عنوان عايزين نحطه. النادي الاهلي خلال الايام الجايه هيعلن عن صفقه القرن. نصحى مع بعض ونقول ان النادي الاهلي في خلال الايام اللي جايه عنده صفقه كبيره جدا هيطلق عليها لقب صفقه القرن في خلال الايام اللي جايه، وتحديدا اذا حسم الدوري في مباراه الاربع هيعلن، لو ما كانش هيبقى الاعلان بعد مباراه الزمالك، لكن في الايام اللي جايه دي في صفقه كبيره جدا للنادي الاهلي. هختم الفيديو ومش هقول كهربا، هتيجي كومنتات يا عم فين كهربا يا عم ايهاب، وقلت لنا رايح على النادي الاهلي، اعيد لكم تاني، كهربا في محطه ترانزيت علشان يرجع على النادي الاهلي، لم يوفق في ترانزيت تركيا مع دينيزلي سبور التركي، ودلوقتي بيخلص في البرتغال، وحتى لو ما خلصش هيجيب نادي تاني، وفي نفس الوقت الزمالك بيسعى ان هو يستعيد كهربا، وكهربا ما عندوش مانع على فكره، بس يدفعوا له في السنه 15 مليون جنيه لنادي الزمالك واعتذار مهم. كهربا وصفقة القرن وعلي جبر ومحمود متولي، ده ملخص الكلام عليهم، وان شاء الله انتظرونا في فيديو جديد على الوطن تي في عشان نشوف اخر اخبار الصفقات.